حياتنا اهو الابت. بصوا عاملين التفتيح اللي احنا قلنا عليه، الخط اللي بالاحمر ده، وعملنا دوران الرقبة ده، وعملنا الابت ده، لكن سيبنا ايه؟ سيبنا ده مفتوح وده مفتوح، تمام؟ طيب دي كده خلاص هنركنها على جنب دلوقتي. هاخد الخلف اهو، تمام، ونفس الحكايه راح عامله ايه اهو بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، تمام. طيب اهو بسم الله. الناس اللي بيسالوني غرزه المكنه بتعمل كذا، غرزه المكنه بتعمل كذا، يا جماعه انا مش فني صيانه مكنه، وما اقدرش، انا ما عنديش مكن بلازر وما عنديش مكن سنجر عشان اجاوبك على المشكلات اللي هتقابلك، ومش بالضروره الخياطه يكون عندها علم عن صيانه الماكينات يا جماعه كلها كمان. ليه بقى؟ لان كل واحده بتفهم في المكنه اللي هي ايه قاعده عليها، تمام. فلازم نعطي كل شيء حقه، يعني ايه؟ يعني اروح بقى للمختصين بتوع المكن. ما عبد الرحمن هتعمل لي ايه في الحكايه دي؟ طيب انا كده عملت الابط اهو، وعملت دوران الرقبه اهو، وبرده زي ما سبت هناك سبت هنا، تمام. طيب هنا بقى الجزء ده برده هقفل الجزء ده اهو، الشكل ده كده، تمام. ممكن اعمله تفتيح وممكن لا، مفيش مشكله. هعمل الجزء الثاني نفس الحكايه، يعني هنا انا ما سبتش غير الجزء ده هو اللي مفتوح، تمام. خيطت دي وخيطت دي وخيطت دي، ما تخيطيش دي. طيب يلا القطعه اللي بعدها، العلامات وخطوط الخياطه بتريح، بتخليكي ماشيه على الخياطه وانت مبسوطه ومستريحه، وممكن تعمليه على ايديكي. تاني بقول عشان اللي ما عندهاش مكنه تقول لك انا اعمل ايه بالكورس وانا مش عندي مكنه. طيب المكوة، عشان بدل ما دايما دايما بقول لكم ان المكوة مهمة، تمام، عشان نقلبه كده ونحس ان هو مظبوط نستخدم المكوة اهو. طالما انا عايزة اتعلم خياطة بقى وعايزة اتقن الامر وعايزة اعمل حاجات حلوة زي اللي انا بشوفها جاهزة، يبقى لازم اعمل اللي بيعملوه في المصانع. في المصانع بيعملوا كده، بيروح عاملين ايه لكل حاجة، ده في كل خطوة بيعملوها بيكون اهو، وبيعملوا اوفر للحاجه وهي قماش يا جماعه، يعني هما ما بيستنوش يخلصوا القطعه عشان يعملوها اوفر، لا ده هما بيعملوها ايه اوفر كده قطعه قطعه عشان تريحهم في الشغل. الشكل ده كده شايفين بقى، احلى حاجه في الخياطه لما تعملي قطعه تبقي راضيه عنها ويبقى الفينش بتاعها حلو، بتحس بالراحة النفسية. ما خدتليش بالك كده ان كل ده كل موديل بيبقى كده، وبتبقى بس الفكرة في القصة، تمام. انا خلاص كده كويت، وادي الامام، ركزي معايا في النقطة دي، ده كده ايه الامام، دي كده القطعة بتاعت ايه الامام، الظهر عفوا، الوش على الوش ينفع اعملها كده؟ طبعا غلط، هفك تاني، لا اروح عاملة كده اهو، ولازم الاثنين دول اهو، يعني لازم الحمالة دي مع الحمالة دي، تمام. طيب الشكل ده والحمالة دي، الجزء ده كده عفوا اهو مع الجزء ده، تمام. طبعا انا كاوية التانية اهو، يعني انا اصلا هاجي اخيط اروح مخيطة كده، فالقطعة دي هتيجي مظبوطة قد دي اهو، يعني انا بخيط كده لغايه الجزء ده، وده الجزء اللي بيركب فيه الكباسين او الزراير. شايفين نضيف قد ايه وجميل ازاي؟ لا احنا نشوف على المكنه احسن. يلا احط فين اهو، تمام. باخد بقى ايه كده الجزء ده وخيط لغايه هنا، بصوا لغايه الجزء ده اهو، بغيط لغايه هنا بس عشان اقفل الظهر.
تمام. طيب وادي زي ما قلنا الاكتاف بقى، الاكتاف اهو زي ما احنا وريناكم دلوقتي على ترابيزه المكن الاكتاف كده مع بعض، وممكن تحطي لها دبوس عشان ما تتلخبطيش. خلاص اهو. طيب كده خلاص خيطت الاكتاف، مش فاضل معايا غير ان انا اقفل الجنب، كل جنب كده بالجنب بتاعه بقفله اهو. وادي الناحية التانية بالشكل ده برضو على العلامة الواحد سنتي اللي انا عملته. اخر حاجة عندي ان انا ايه اتني من اسفل، تمام. طيب لو انا عملت اوفر للقماش بتني تانية واحدة، خلاص هو انا بعمل اوفر كده، لو انا هعمل مشروع هعمل حاجة جاهزة بعمل الاوفر وبتني تانية واحدة، تمام. مش هعمل مشروع فانا بعمل تنيتين كده فوق بعض، واخد بالي عشان انا عاملة دوران صغير انه ما يلفش مني اهو، بمعنى ناخد بالنا كده. زوم يا فريدة ستوب اهو. جيت عند الجزء الدائري، بص انا بفتح كده الخياطة بتاعتي، جيت عند الجزء الخارجي الجزء اللي فيه الدوران ده اهو، واروح عاملة كسرة صغيرة اهي. شفتوا الكسرة الصغيرة دي؟ عشان تديني الدوران وتريح لي القماش. يعني انا برضو ببقى عاملة حسابي للاخطاء اللي ممكن اشوفها في الواتساب من كده، يعني حاسة ان هي دي هتبقى ايه الاخطاء يعني اهو. اهو عرفنا بقى احنا هنحتاج قماش قد ايه، طول الموديل. خلاص طول الموديل مفهوش اكمام، يبقى انا هحتاج ايه نص متر عشان هو طوله 45 سنتي. العرض اللي احنا عملناه بتاع البطرون. طيب هنيجي بقى في الجزء ده التاني بتاع الكسرة اهو، اجي هنا عند الحتة اللي فيها الدوران دي اهو، واروح ايه جاية مطبقة كده كويس قوي. هيتبقى معايا ايه جزء كده هنا يا فريدة، زوم عشان تبان. طيب اهو واروح عاملها كسرة كده، منيمها كسرة عشان تبقى مريحة في الموديل، ما تبقاش ايه فيها زرزرة في القماش اهو بالشكل ده كده اهو يا جماعه. ده الفستان بتاعي تمام. طيب انا ايه اللي بيشد نظري في اي قطعه بروح اشتريها، في اي فستان اروح اشتريه بنوتي، ان انا باخد بالي من الفينش، بفتح كده بشوف اه بصوا اهو ده كده الظهر مفيش عندي خياطه اهو شايفين. طيب باخد بالي ان التفاصيل كلها قد بعضها، باخد بالي ان هنا لازم يكون التانية بتاعتي بالشكل ده اهو. في الواتساب مش هقبل شغل اقل من كده، مش هقبل شغل اقل من كده تمام. طيب هنا في الظهر بصوا بقى كده اهو، انا بعد ما خيطت الجزء ده الجزء اللي باقي معايا اهو زي ما حضراتكم شايفين. بصوا اهو شايفين شكله نضيف ازاي، ده اللي بيبقى فيه ايه الكباسين او الازرار تمام. طب انا لو حطيت ازرار بتبقى عبارة عن قطع من الاساتك هنا والازرار بتتركب هنا تمام. الموديل ده مش بتاع السوستة، ده موديل تاني، السوستة لسه هنعملها. شفتوا كده ده التنظيف اللي انا عايزاه، ده الشكل اللي انا عايزاه. اتمنى لغاية هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص، واتمنى كده التوفيق للجميع اللهم امين. ومش معنى انك مش معانا في الواتساب انك ما تطبقيش، طبقي معانا وتعلموا الخياطة. بشكركم جدا جدا وبترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.